فضيلة الشيخ، ربما يحدث في المسجد إزعاج من بعض الصبيان، فهل لأحد المأمومين أن يقطع صلاته لمنع ذلك، أو يلتفت فقط ليعرف هؤلاء لتأنيبهم فيما بعد؟ أولا يجب على ولاة أمر هؤلاء الصبيان أن يتقوا الله عز وجل وأن لا يمكنوا صبيانهم من الحضور ما داموا عابثين يلعبون. فإن قدر أن هؤلاء الصبيان جاءوا بغير علم آبائهم كما هو الواقع أحيانا، فإنه يجب أن يقال لأبيه إذا كان حاضرا: يا فلان خذ ولدك اذهب به إلى أهلك. فإن عجزنا وعجزنا عن دفع أداهم إلا بأخراجهم من المسجد أخرجناهم. أما قطع الصلاة من أجل ذلك فلا يجوز، لأن الإنسان إذا دخل في فرض وجب عليه إتمامه، وإزعاج هؤلاء الصبيان لا يؤدي إلى إفساد صلاة الآخرين. لو كان يؤدي إلى إفساد صلاة الآخرين لكان في المسألة محل نظر، لكنه لا يؤدي إلى إفساد صلاة الآخرين، فليصبروا حتى تنتهي الصلاة ثم يعرف هؤلاء الصبيان ويتصلوا بآبائهم. الالتفات للحاجة لا بأس، الالتفات للحاجة لا بأس، لكن يكون التفات في الوجه فقط لا في الجسم كله. هؤلاء ربما يمكن إصلاحهم بمهاداتهم، ويقال: يا أبنائي هذا لا يجوز، وهذا بيت الله، وهؤلاء آباؤكم وإخوانكم، لا تزعجوهم، لا تفسد عليهم الصلاة. لا، سؤال واحد. التفات بالوجه فقط. لا، التسليم يلتفت على الجسم بعض الشيء، لأنه ما يراد خلق إلا الالتفات بعض الجسم. نعم. فضيلة الشيخ، ممكن صلاة الصبي أقل من 15 في البيت، لأنه قد يؤذي المصلين أو يلعب مع واحد ثاني وكذا. في البيت ولا في المسجد؟ في البيت. هل يجوز يصلي في البيت؟ المسجد. المشروع أن الصبيان يحضرون المساجد ويصلون مع الناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليرني منكم أولو الأحلام والنهى. وهذا يدل على أنه يوجد استقرار، لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الكبار أن يتقدموا وأن يأتوا مبكرين حتى يأخذوا الأمكنة الفاضلة. فصلاة الصبيان في المساجد من السنة، ولا ينبغي أن نفعل فيهم ما ينفرهم عن المساجد كما يفعل بعض الناس إذا رأى صبيا لم يبلغ في الصف طرده وانتهره. هذا لا شك أنه خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي ينبني على الرفق واللين واليسر والسهولة. نقول: أبقي في مكانه حتى لو كان في الصف الأول، حتى لو كان خلف الإمام أبقي. أما إذا حصل منهم لعب ولم يمكن تأديبهم فهنا نخرجهم من المسجد، لكن هناك مرتبة قبل إخراجهم من المسجد، وهي أن نتحدث إلى أوليائهم حتى لا يكون في نفوسهم شيء علينا لو أخرجناهم. نتحدث إلى الأولياء ونقول: هؤلاء الأولاد صغار لا يحترمون المسجد ولا يحترمون الجماعة، فلو أنك تركتهم حتى يكون لهم شيء من حسن التصرف لكان أحسن.